ما تزوقيني يا ماما أوام، يا ماما ما تزوقيني يا ماما أوام، يا ماما ده عريسي هياخدني بالسلامة يا ماما. لا إله إلا الله، هو البيت كان ناقص عهات. آه الله، يا حاجة سنكافولا نسيتي المجلة بتاعتك. آه الورث اللي سابهولنا أجدادنا العظماء، مش أي لازمة، الوزة والبطة. شفت اللي بيحصل لنا يا ماما ميمي؟ احنا اتبهدلنا قوي. انا شكلي بقى وحش قوي قدام سيف، يا ترى بيقول عليا ايه دلوقتي؟ ماما ميمي انا امبارح اتفضحت في النادي فضيحه بجماجم. بجلاجل. جلاجل؟ ايه جلاجل؟ وبعدين الجماجم بتخوف اكتر بكتير. قوليلي يا ماما ميمي، عايزه تسيبي شعرك كيرلي ناتشرال كده ولا اعملك بريد؟ لا اعمليلي بن. نيلي نيلي الحقي يا نيلي، انا لقيت رساله في المجله اللي سايبها لنا جده بيقول فيها هنوصل للفلوس ازاي. ايه يا حاج مالك؟ ايه حقي يا نيلي؟ حقي يا نيلي العيله. ايه خلاص يا ماما ميمي، هو انا خطفتك من جده؟ خلاص يا ماما ميمي. ما تزعليش يا ماما ميمي، I'm very sorry. من فضلك اهدي بقى شويه عشان نفهم الموضوع ونروح بيتنا. وانتي بليز انجزي عشان هي مش هينفع تفضل كده كتير. طب اعمل لها ايه؟ ما هي ما كانتش راضيه ولا تسيب المجله ولا تسيب رقبتي. ما تسيبي لها المجله يا شريهة، الست ما فيهاش نفس، لا يجرى لها حاجه يا حبيبتي يحسبوها علينا بني ادم ونخش فيها السجن. ابوس ايدي يا خالتي. سيب لها المجله ازاي؟ بقول لك جدنا سايب لنا رساله بيقول لنا هنلاقي الثروه فين. انتي هبله يا بنتي، ثروه ايه اللي هنلاقيها بعد كل السنين دي؟ هو انتوا مش قلتوا ان جده فلوسه اختفت وساب لكم المجله دي؟ ايوه. وعمو عبد الله قال ان اخر حاجه جده قالها قبل ما يموت ان الثروه في لغز ميكي. ايه اوكي. ومين بقى يا تيزا اللي كان بيألف الكلمات المتقاطعه دي؟ مش هو؟ انا بقى حليت الكلمات المتقاطعه دي وفهمت منها كده ان هو تقريبا سايب لنا فيها رساله. رساله ايه وثروه ايه اللي في الكلمات المتقطعه دي؟ اهو اسمعي عشان تصدقيني. الى من يقرا الرساله، اذا اردت الوصول للثروه الحل لغز ميكي. ده كلام جنرال قوي، هو اصلا مش عارف هو بيكلم مين. طب هو كان عارف يعني مين اللي هيحل الكلمات المتقاطعه؟ بس انا مش فاهمه يعني ايه الحل للغز ميكي؟ مش المجله كلها لغز ميكي؟ يا بنت لغز ميكي يا بنت اللي بيبقى في اول صفحه اهو. مش فاهمه برضو بيقول ايه يعني. وانا ما اعرفش، انا كمان انتوا فاكرني يعني فكوكه قوي؟ ما انا بقالي ساعه مش فاهمه حاجه. ولو قعدتي ست سنين مش هتفهمي حاجه، ما تقولي لنا احنا يمكن نفهم. لا والله. طب اسمعي يا خالتي، اللغز بيتكلم عن سرقه خزنه في مكتب راجل اسمه الضمنهوري، والمحقق ميكي بيعرف اللي سرق من رقم الخزنه اللي لقاه في جيب الحرامي. حد فاهم حاجه؟ التشاش يعني. طب ما نفك ماما ميمي، هي تفهمنا يا اختي. نفكها نعمل بيها ايه؟ ما المجله معاها بقالها سنين، لو كانت عرفت كانت حلتها، كان القرد نفع نفسه. القرد برضو وات ايفر. على فكره اللي بتتكلموا عنها دي جدتي، يعني لو ما احترمتوش نفسكم انا هسيبها عليكم. طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، احنا نروح لسي عبد الله يمكن يعرف يحلها. مع انك ست بيئه وويرد جدا بالنسبه لي وبكرهك، بس جود ايديا. من الهارت للهارت رسول يا حبيبتي. ثانك يو. نفك ماما ميمي بقى لو سمحت. لا استني قبل ما نفك ماما ميمي دي، بقول لك ايه يا حاجه،
انا هفكك، بس عارفه لو عضتيني. She's very innocent. حرام عليك. طيبه قوي ماما ميمي دي، طيبه. بصي بلسم لا العظيم، هي بس لو تبطل حركاتها دي الغريبه كده اللي هي اه هي مش عندك تبقى قاعده انا متشكره قوي يا سيف ان انت رضيت تيجي معانا المشوار ده. انا عارفه ان انا بتعبك معايا، بس ما كانش عندي حد غيرك اكلمه. كان نزومه ايه بس تتعبيه معانا؟ ما كنا خدنا ميكروباص. بليز بليز ما تجيبليش سيره الشيء ده تاني ايفر. ده كان اسوأ يوم في حياتي. انا مش هحكي لك كل اللي حصل، هقول لك موقف واحد بس صغير. كان في ست قاعده جنبي بتردع ابنها مش من الببرونه. طب وايه المشكله؟ ما عنديش مشكله بالهنا والشفا، بس ليه لما الطفل يخلص الرضع يشقطها كلها عليا؟ قشط اسمها الطفل قشط، انما يشقط دي هناك في عباس العقاد. يا جماعه انا كده كده ما عنديش اي حاجه، وبعدين يا نيلي انت تأمري. طب بقول لك ايه يا برنس، هو الكاسيت مش شغال ولا ايه؟ شغال. طب ايه بيشغل، شرايط ولا اسطوانات؟ لا في يو اكس، خده وشغل اللي انت عايزه. لا لا ملناش في الاجنبي يا ابن عمي، شغل لنا كده حاجه شعبي جميله. اسمعي يا شوشو، اديني رمضان. اه حلو، واديني انا كمان رمضان. حشتوني قوي قوي، انتوا عارفين من كتر قعدتي في السجن اكتشفت ان احنا قوتنا في لمتنا. انتوا وحشتوني قوي، انا كنت متاكد انكم مش هتغيبوا عني اكتر من كده، وانكم تيجوا تزوروني على طول. بس احنا عايزينك في موضوع تاني خالص. والله خير. احنا عرفنا ازاي هنوصل للثروه بتاعت جده. ثروه داد ازاي؟ هاو فاكر المجله اللي سابها جده اللي ماما ميمي ماسكاها طول الوقت؟ ايوه بلا. لقينا فيها مسج من جده بيقول لنا ازاي هنوصل للفلوس. مسج في المجله؟ ازاي؟ هاو؟ ما هو انا حليت الكلمات المتقاطعه ولقيت فيها رساله بيقول فيها ان الثروه في لغز ميكي. حاولنا بقى نقرا اللغز وما فهمناش حاجه. ايوه هو اللغز بيبقى صعب شويه، بس انتوا فاتتكم حاجه، الحل بيبقى بالمقلوب دايما. ايوه ما احنا حلينا بالمقلوب وما فهمناش حاجه برضو. طب هو اللغز كان بيقول ايه بالظبط؟ ثانيه واحده اتفضل. ايه ده؟ انتوا جبتوا المجله دي ازاي من ماما ميمي؟ ازاي؟ هاو؟ ما هي خالتي حطت لها حبيتين اباتريل في الشاي كومها. اه مش ممكن بندو ده، انا متربي على بندو. سيبك من بندق وخليك مع ميكي، عرفت تحل اللغز؟ بس هو المسألة صعبة، بس يمكن. يمكن ايه؟ يمكن يقصد بمكتب الدمنهوري ده المرسم بتاعه؟ ايه علاقة الدمنهوري بمرسم جده؟ المرسم بتاع جده كان في عمارة اسمها عمارة الدمنهوري نسبة لصاحبها، حتى احنا كنا مسميين المرسم او المكتب يعني مكتب الدمنهوري. طيب يبقى الحل في المرسم ده، نوصل احنا للمرسم ده ازاي؟ المرسم ده في وسط البلد، بس مش هينفع تروحوا من غير بندق، لان بندق هو اللي معاه المفاتيح. مش وقت استظراف خالص يا عمو، انجز. بندق ايه؟ يا بنتي انا ما بهزرش، انا بتكلم جد. نيلي ما تشوفي بابي عشان بيهزر جامد. بابي لخص، مين بندق ده؟ بندق ده يبقى عم بنداري، وده المساعد بتاع جده وكاتب اسراره، الراجل ده هو اللي مربينا، جده ما كانش بياخده خطوه من غيره. بنداري يبقى بندق، وبندق يبقى هو بنداري. طيب احنا نوصل لبنداري ده ازاي بقى؟ بسيطه قوي، انا معايا عنوانه. سبحان الله، يعني الحوار ده طلع بجد؟ شكله كده. يعني جدك كان يقصد حاجه باللغز عشان يلاقي الكنز. بعدين بقى يا سيف نتكلم في الموضوع ده. ميرسي قوي يا جماعه انكم جيتوا معانا. تحبوا بقى تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ ننزل ده ايه، احنا جايين معاكي عند عم بندق. جايين معانا ليه؟ عشان انا ليا في الفلوس زي ما انت ليكي فيها بالظبط. انت اكيد مش في وعيك بقى. ليه يا حبيبتي، هو مش جدي زي ما هو جدك؟ ايوه بس هو ساب لنا احنا المجله وساب لنا احنا الفلوس. بقول لك ايه يا بتنتي، الفلوس دي هتتقسم بالحق وشرع الله. هو لو كان عايز يسيب لكم فلوس كان يسيب لكم انتوا كمان مجله. انت شكلك نصابه يا بنت، انت عايزه تاكلي حقي. حقك ايه يا متخلفه انت؟ حقي يا حبيبتي بالشرع والقانون، تعالي نطلع على الاسم واعرفك يعني ايه حقي. انت فكرني هفاية ولا ايه؟ ده انا اكلك صاحيه كده. لا انت شكلك بقى قلت لي الادب وعايزه تتضرب. مين دي اللي قلت الادب يا بنت؟ لا لا انا ممكن اتضرب. انا اللي بس من شعرك. بس مش عارف اسوق، بتوتر وانا سايق. طب ما تجيب اسوق انا شويه. يا اخي ما تلمسنيش، ومحدش يسوق عربيتي غيري. الجو ده خلاص يا جماعة خلاص. أنا أصلا دلوقتي بفكر مع نفسي موضوع اللغز والمجلة وبندق وبنداري أي كلام فاكس يعني. صدقي فعلا فاكس،
ده حوار عبيط اساسا واحنا مش فاضيين للكلام ده. بالظبط. هيا قولوا لي بقى، تحبوا تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ هنا فين يا ست الكل؟ هنا منطقه مقطوعه، ولا في اتوبيس ولا ميكروباص ولا توك توك حتى. هننزل هنا وناخد تاكسي عشان نطلع على مشوارنا احنا يا هاني. تاكسي يا بنتي انت اتجننتي؟ بعدين مشوار ايه اصلا؟ مشوارنا يا هاني اللي في التحرير. طيب خليكوا، انا كده كده هعدي على التحرير، ابقى انزلكوا هناك بالمره. احنا مش رايحين التحرير يا سيف، احنا رايحين اكتوبر. اكتوبر اشمعنى؟ مش احنا قلنا هنعدي على شريف وسوء عشان نروح السينما؟ ايه ده، هو شريف رجع من البلد؟ الباشا من شويه قال ان هو رايح التحرير. مفيش مشاكل، روح التحرير ونزلنا مهمشه ناخد اي حاجه من هناك. هشهشت، احنا مش رايحين الاميكن دي. خلاص نزلنا المؤسسه وناخد ميكروباص وامرنا لله. انت ليه بتصعبها؟ امال هننزل هنا فين يعني؟ بقول لك ايه، نزلنا المؤسسه. يا اخي ما تلمسنيش، قلت لك. وبعدين انا ما عنديش مانع انزلك المؤسسه، لكن انزلك مؤسسه ايه؟ مؤسسه مصر الخير، مؤسسه الوفاء والامل، انا مش عارف. مؤسسه مؤسسه يا هاني، ما احنا هنركب تاكسي. قلنا اللي تاكسي تاكسي هتدفع انت. هدفع يا معفن. يلا سلام عليكم. يلا استني، اديني المجله. الله، انت مش قلتي مش فارقه معاكي المجله؟ المجله بتاعت ماما ميمي اصلا. طيب ما احنا هنخلص على طول وهنيجي. مش انتوا لسه هتخشوا السينما؟ مش داخلين السينما؟ ايوه داخلين السينما. طب خلاص، يبقى سلام عليكم والنبي على جنب بقى يا عريس. شكرا. الله، سلام عليكم. كنا رحنا معاهم السينما. اسكت بقى، انا عمال اغمزك وانت مش فاهم حاجه. حدائق القبه يا اسطى. حدائق؟ انت مش رايحه التحرير؟ هصاحبك بعدين، يلا اركب.